يختتم اليوم البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين الذي نظمته هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال المدة من 6 إلى 10 مارس في مدينة الرياض، ذلك ضمن جهودها المستمرة في تمكين القدرات التصديرية وإكساب العاملين في مجال التصدير والتجارة الدولية. تناول البرنامج خلال إقامته موضوعات مهمة حول أبحاث التسويق وأبحاث وبيانات السوق الدولي واستخدام قواعد البيانات والأبحاث والتقارير لتحليل الأسواق المستهدفة. تحدث حول هذا البرنامج مع مدير عام تطوير المصدرين ياسر أسبالي. أهلا بك أستاذ ياسر، مساء الخير. إذا دعنا نتحدث عن هذا البرنامج وأبرز أهدافه وكذلك المشاركين في البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين. هلا حياك الله، شاكر لكم على الفرصة. البرنامج كما تفضلت يسعى لرفع القدرات البشرية والكفاءات والعاملين في مجال التصدير والشركات بهدف مساعدتهم في رفع صادراتهم. البرنامج يغطي جميع جوانب التصدير من بدايتها من المخازن إلى وصول للسوق المستهدف بجميع المراحل اللي تمر فيها، من شحن، من دراسة السوق، من تسعير، من اكتشاف أفضل الفرص للمساهمة في اكتشاف الفرص التصديرية المناسبة للشركات بما يحقق أهدافها وتساهم في تحقيق رؤية 2030. هذا البرنامج، هذا أحد البرامج. الهيئة تقدم برامج متعددة سواء في التدريب الإلكتروني، سواء في البرامج زي البرنامج الأساسي الطويل والبرامج القصيرة، لكن هذا خلنا نقول هو المدخل الأساسي للبرامج التدريب كلها. جميل جميل. المستهدفين هم فئة معينة مثلا تختارهم هيئة تنمية الصادرات السعودية أم المختصين فقط في هذا المجال من هذه البرامج بشكل عام؟ هو البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات والمؤسسات والمصانع السعودية العاملة في التصدير أو التي ترغب في التصدير، كذلك المجال مفتوح لمن يريد أن يتخصص في هذا المجال، فهي مفتوحة للجميع، كل من يريد أن يعمل في التصدير في مجالات كبيرة ووظائف أكثر في التصدير. نحاول نرفع قدرات العاملين فيها حاليا أو اللي حاب ينضم إليها. هل هناك تعاون بينكم في إقامة هذه البرامج وبين أيضا بعض القطاعات الخاصة التي سبق يعني عملها في هذا الجانب؟ بالتأكيد عندنا كل العاملين في المنظومة نعمل معهم، مع التجارة الخارجية، مع المواصفات والمقاييس، مع هيئة الغذاء والدواء، مع الجمارك والزكاة، كل هؤلاء نعمل معهم لأنهم هم جزء من المنظومة، ضروري توصل المعلومة للمتدربين بشكل أوضح وهم أهل الخبرة في مجالهم، فدائما نحاول نكون يد واحدة بحيث أن توصل الصورة والمعلومة أوضح للمتدربين.